لا بديل للقصف إلا مزيد من القصف الأعنف. ذلك هو أسلوب ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعز. المدينة التي تتعرض لمجازر يومية فقدت مزيدا من أبنائها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث سقط مدنيون قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء في قصف جديد استهدف عددا من الأحياء السكنية. أحدث ضحايا القصف طفلان، أحدهم محمد سلطان ابن الثامنة والطفلة الأخرى رؤوف حسن ذات 11 عاما، مزقتهم قذيفة للحوثيين أثناء رعيهم للأغنام في منطقة بعيدة عن المواجهات بالربيعي غرب المدينة. موهنا الصور وظللناها كثيرا لشدة وبشاعة المشاهد، لكن حقيقة الأجساد الطرية الممزقة والدم المراق يستحيل تضليلها في ضمير وعيون العالم الشاهد على المذبحة اليومية. هو ذا إذا مساء القتل البشري في قلب مدينة تعز، وهو أيضا مساء التهجير القسري في ريفها. تقول شبكة الراصدين المحليين أنها وثقت تهجير مئات الأسر من قريتي الدبح والصيار بمديرية الصلو تحت ضغط سلاح الميليشيا. وأضافت الشبكة في مؤتمر صحفي لها أنه تم رصد تهجير قرابة 250 أسرة، منهم نحو 174 طفلا. لعل التهجير الجديد يكتسي أهمية خاصة إذ يظهر عدم اكتراث الميليشيا بمساعي السلام التي يقودها المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتوغلها في ممارسة أبشع أساليب العنف الممنهج مقابل تواطؤ الشرعية واسترخائها في عملية حسم معركة تعز وتخليص أهاليها من العذاب اليومي والحياة في جوف الحرب. وبصرف النظر عن الجوانب القانونية والأخلاقية لعملية التهجير التي تشهدها الصلو وشهدتها من قبل الوازعية والقبيطة وقبلها أيضا كثير من مناطق البلاد، قد لا يكبح جماح ميليشيا أظهرت منذ عامين مدى استهتارها بمعنى الحياة البشرية أصلا، بعد أن كانت سباقة في استخدام أسلوب القتل الجماعي. وعندما حولت اليمن إلى ساحة حرب ومقبرة وسجون ثابتة تعج بآلاف الضحايا.